بلد النيل والكوارتز الأزمة هتعدي، بلد النيل والذهب والكوارتز وبلد الغاز والسياحة والأديان. خزاين الله في الأرض مش ممكن شعبها يجوع، واللي ده أكلها الأنبياء والحواريين والصالحين، عمر خيرها ما يقل. أيوة عندنا أزمات، لكن مين ما عندوش أزمات؟ الأهم إنك تكون قادر على حلها وتهرب من الأزمة تجري زي ما كانت في التنمية والبناء. بلد جديدة اتبنت وفي كل شبر نخلة ومصنع وبيت وجامع. من مصر ممكن تقع وتجوع إذا كانت هي اللي اخترعت الزرع والسلع والخبز، وبدعت النقد والذهب والتجارة الدولية والميزانية والديون والتمويل الخارجي من 7000 سنة. مصر نظمت أول حملة في العالم لإنقاذ البشرية من الجوع والمجاعات، قدمت القمح واللحوم والألبان لكل الشعوب. مصر تقع إزاي وهي من أغنى دول العالم حسب تقارير دولية معتمدة، وقبل دول كتيرة فاكرينها أغنى مننا؟ تقع إزاي وفيها أهم 3 موانئ في إفريقيا والعاشر عالمياً؟ مصر الوحيدة في المنطقة اللي عندها اقتصاد متنوع ومختلف، ثروات طبيعية وغاز وبترول وتعدين وذهب وكوارتز وكمان فوسفات وقناة سويس ومناطق لوجستية ومناطق صناعية ومشروعات زراعية وخدمية عملاقة وتصنيع وتصدير وتحويلات من الخارج وغيرها وغيرها. ما تصدقوش اللي بيسود الصورة، الوقت صعب بس النور جاي هناك من بعيد في آخر النفق. شهور والأزمة هتعدي زي الحكومة والسوق والخبراء ما بيقولوا، وهيبقى الذهب والعملة والأسعار أزمات وعدت ووراها دروس مش ممكن كنا هنتعلمها في حياتنا واقتصادنا. بانكير نبض البنوك.